لسه برضه عنده ومش عايزه تيجي معايا؟ مش رايحه يا ابو سنه. انا مش فاهم بس انت قلبه ليه على الجوازه دي؟ دي مش جوازه يا اخويا، دي اسمها جنازه. يلا في ايه يا شو؟ في ان خميس بالجوازه دي ركب ودلدل رجليه على الكل، واول واحد هياخد كتف هو حضرتك، وانت فرحان لي وبتتقنتك وعايز تروح تزفه؟ انت باين عليك سكيرتي. ماشي، خليك انت في النكد اللي انت فيه ده. هخليني يا اخويا، هو انا حاجة اعز من اللي مرمية جنبي دي ومحدش عبرها بكلمة؟ كرامة؟ هو في غيرها؟ دي البت قلبها مكسور، دمها سال، هانت عليها روحها، وابن اختك ولا هو هنا عايش لي الدور وفرحان لي وعامل لي فيها عريس، تقولش كلبة واترمت. خلاص خلاص يا شوق، ما عادش يجي منه. على رأيك، ولا هي أول اللي ترموا ولا آخر اللي حيترموا. خليك أنت بس في اللي أنت فيه، ظبطي دماغك. أنا أروح الفرح أعمل دماغ عالية أوي وحجيلك. ها؟ هسه جمال يا رب.